رح نكون ضمن مبادره هذه هي بعالم الطب، مبادرات الطبيه بنعرف قديش لها اهميه وخصوصا مرضى التصلب الرواحي. اكيد يعني نرمين مرض التصلب الرواحي كثير حساس وبحاجه لكثير من الرعايه ومن الاهتمام. هلا نحن عم نحكي عن اول جمعيه بسوريا عم تقدم الدعم الطبي والمعنوي والنفسي لمرضى التصلب الرويحي لتساعدهم على تجاوز الصعوبات يلي بيمروا فيها وتوعيهم اكثر باهميه الكشف المبكر عن هذا المرض. لنتعرف اكثر مشاهدينا عن الخدمات يلي بتقدمها هي الجمعيه وكيف عم بيساعدوا اليوم هدول المرضى. بيسعدنا اليوم انه تكون ضيفتنا بالاستوديو رئيسه الجمعيه دكتوره امل محاسن. يسعد صباحك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. بالبدايه دكتوره خلينا نتعرف اكثر عن الجمعيه، ايمتى تاسست وكيف بديت الفكره؟ الحقيقه تاسست اشهرت الجمعيه ب 20/12/2020 اشهاره، بس كان الا نحن سنتين تقريبا عم نشتغل لحتى صار عندها ركائز وعرفنا الخط اللي لازم ناخده فاشهرنا الجمعيه. وش السبب يلي خلاني انا مالي علاقه بهذا المرض؟ الحمد لله الله يحمي الجميع. صبيه كنت بمبادره من المبادرات عم نهيئ لعمل من الاعمال، ففي صبيه قال عم تشتغلوا بتضلوا، يعني انا دائما بحكي هالقصه لانه مثل فيك تقوليها لانه الواحد ياخذ شيء ويعمل يشتغل عليه لانه المجتمع بحاجه كثير. فقالت عم تشتغلوا على الاغاثه على الاعانه على كثير امور، لكن نحن مرضى التصلب الرويحي ما عندنا، ما حدا تقريبا شايفنا، ما حدا عم يساعدنا، ما عندنا جمعيه تجمعنا او شيء. قلت له ليش بكي؟ قال كذا، صارت تبكي. قلت له خلص ان شاء الله بدنا ناسس جمعيه. والحمد لله تاسست وبكثير كان لها صدى جميل لهالجمعيه لما اشهرت لانه ما في غيرها، وكانوا هدول المرضى كلياتهم بالرغم من انه الحكومه بتقدم لهم يعني، بس كل واحد لحاله مفكر حاله انه هو فقط المريض، فكان لها صدى كثير كبير وكان لها دعم كثير كبير للمرضى. فقلنا تقريبا سنتين ونص مشهرين، لكن من قبل قلنا سنتين كنا عم نشتغل بشكل جماعي لحتى قدرنا نحط خطواتنا للأساس الجمعية. أكيد دكتور، يعني قبل ما نتخصص أكثر ونعرف شو الخدمات اللي بتقدموها اليوم بالجمعية، خلينا نعطي توصيف بسيط عن مرض التصلب اللويحي، شو أسبابه؟ أسبابه متعددة هو الحقيقة، وإلى الآن كطب ما بيعرفوا شو السبب الرئيسي يلي مسبب هو المرض، مرض التصلب اللويحي، بس على الغالب بيقولوا كل انسان عنده جينه بكذا مرض، لكن وقت بتتوائم الظروف بتظهر هذه الجينه. فهو نفسي عصبي هذا المرض. هلا صرنا عم نشهد، هو اسمه مرض الورود، يعني من العشرين للأربعين، هلا صرنا عم نشهد. انا عم بحكي يعني مو مشان يرتعبوا العالم، لا، بس حتى نوعى لانه هذا المرض. هذيك المره اجانا طفله عمرها 4 سنين، من يومين عم يقولوا لي في طفله عمرها 12 سنه، فحتى نوعى. قبل ما كان التشخيص وما يعرفوا والاهل تخاف، يعني عده امور كانت تخلي المرض يطول ليظهر، مو ليظهر، طول ليكتشفوه. اما الان عم التوعيه خلت الناس مباشره يهتموا ويحاولوا ينكشف هذا المرض، لانه وقت ينكشف على بكير كثير بيكون اسهل معالجته. طيب خلينا نحكي ايضا كيف بيتم التواصل مع المرضى او التسجيل بالجمعيه؟ هلا التسجيل بالجمعيه عندنا ارقام، شيء طبيعي اللي بيحب، بعدين تواصل مع المرضى. نحن عندنا دائما محاضرات، عندنا ندوات، عندنا ورشات عمل، هدول الشغلات تبع الدعم والتوعيه. عندنا كل خميس بابن النفيس المرضى اللي بيكونوا مسجلين بابن النفيس، لانه الدوله بتعطيهم اعانات، كيف الاعانات يعني الادويه تبعهم تبع المرضى المتوفره، دائما بيكون يوم الخميس بيروحوا بينفحصوا بياخذوا ادويتهم. فعندنا فريق تطوعي كثير كثير مهتم وكثير محب للعمل، جزء منه مرضى، جزء منه داعمين، جزء شباب ما لهم اي علاقه الا انه بيحبوا العمل التطوعي، وجامعيين على شتى المستويات، يعني في خريج ما تخرجوا بعد يعني سنه خامسه طب، في اقتصاد، في معلوماتيه، في ربات منازل، هذا الفريق بيقدروا يلتقوا معه يوم الخميس. في مقر للجمعيه او شوفي عندنا مقر هلا بدنا ننتقل منه لانه بدنا نغير هلا ان شاء الله. هلا حاليا عم نتفاوض على مقر بعربين يكون، لانه نحن بكل سوريا، بعربين، كنا بدمشق، هلا بنشوف بعربين. بتعرفي الاجار كثير صعب ومشكله يعني، فعم نعاني من هالموضوع الحقيقه. في صفحه على الفيسبوك طبعا عم يكون التواصل، يمكن طبعاً عم ندور على طرق تواصل اسهل بالنسبه لنا. في صفحه ولها كثير، صفحه الفيسبوك حتى كل من كل الدول العربيه، اسمها هي باسم الجمعيه، تمام، جمعيه دعم مرضى التصلب الرويحي، تمام، من كل الدول العربيه، لانه بتعرفي هذا مرض عالمي. صحيح.
كل الناس، فعنا دائما طب بيتواصلوا معنا من كل الدول العربية وبيبعثوا لنا شو صاير، مرات ندوات محاضرات بيتابعوها المرضى على الفيس. عم ينزلوا أدوية موجودة اليوم لهذا المرض عم نشوفها؟ هلا عنا على صفحتنا الشخصية بننزل، على صفحة الواتس تبعنا بننزل إنه مشان المريض صحيح. مثلا عنده فرضا بده ياخذ هالدواء المعين بجوز ما يكون متوفر، يعني عم تأمنوا كل الأدوية اليوم؟ مو نحن دولة اللي بتأمن، نحن ما عندنا، نحن بشكل شخصي بنأمن للناس، أما الجمعية ما عندها قدرات إنه تأمن أدوية، بتعرفي لأنه كتير كتير غالية، نحن بشكل صحيح. شخصي ممكن نأمن لشيء، أما ما مو هذا هلأ ما عندنا هالهدف هذا لأنه أسعار كتير غالية وغير متوفرة الأدوية، بجوز على المستقبل نقدر مثلا بصير عندنا ماديات منيحة نقدر نساعده، لأنه المريض كتير بحاجة لقصص يعني مو بس دواء، عنده كتير احتياجات، والدعم النفسي بالنسبة له كتير 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 مهم، يعني على حسب ما عم نشوف نحن المرضى حتى الدكاترة اللي معنا، نحن مجلس إدارتنا مؤلف من أطباء اللي هن، أنا سألتهم للمرضى مين بتفضلوا الأطباء يكونوا معنا بمجلس إداري اللي بيهتموا فيكم، قالوا لنا جزء منه أطباء جزء منه مرافقين للمرضى، لأنه المرافق كتير مهم ملازمه للمريض بشكل دائم وداعمين، فهذا كتير مهم أنه نعمل محاضرات مثلا من 3 سنين عملنا محاضرة نفس الطبيب، من 2 شهر عملنا محاضرة نفس تقريبا المجموعة، بيزيدوا بينقصوا شوي المرضى ومرافقين ومهتمين فيه، قال مو معقول قديش فرقوا نفسيتهم، فرقت ثقافتهم بالنسبة للمرض، فرقت تقبلهم للمرض، فرق دليل على أنه الدعم والمشاركة كتير إلى أهمية بالنسبة للإنسان. دكتورة شو بتركزوا بموضوع الدعم النفسي؟ شو بتركزوا؟ شو نقاط بيتم التركيز عليها؟ بنركز أولاً على الانتباه، يعني بتكون المحاضرة موجهة للمريض ولداعمينه ولأهله، لأنه أهله هن اللي مرافقينه لحتى يعرفوا شو بقى. يعني وقت أب بيشوف ابنه ما كان في شيء مثلا وما عاد قدر يقوم يمشي، بفكروا عم ما بيعرف انه جدي، بفكروا عم يتدلل البنت او الصبي، انه لا قوموا ما فيكم شيء، هلا ما كنت في هيك بصير. فنحن لحتى هالاهل يستوعبوا انه مريض هذا، يعني بدكم ديروا بالكم عليه، اول شيء توعيه للاهل بالاهل والمريض بمرضهم. ثاني شيء بنعمل دروس محاضرات عن المعالجه الفيزيائيه واهميتها، محاضرات عن التغذيه شو لازم يكون، يعني يتوجهوا للغذاء يلي ما بيأذيهم يلي ما بيسبب لهم مشكل، لأنه في كتير أنواع من الأغذية بتأذيهم. المعالجة الفيزيائية كتير مهمة، وحتى هدول المرضى اللي عنده مثلا ما فيهم يروحوا على أي مكان يعملوا معالجة فيزيائية، لأنه لهم معالجة مختصة، واللي بده يعمل لهم المعالجة لازم يكونوا بيعرف حالتهم الصحية، لأنه أي خطأ بيأثر على أي عصب من الأعصاب بيسألهم أكثر ما يحسن لهم. دكتورة كيف عم يتم اليوم التشبيك مع باقي المحافظات لحتى تساعدوا مرضى تصلب اللويحي؟ من 2 سنين صار في مؤتمر بحلب، والآن بشهر 5 عندنا مؤتمر كمان إن شاء الله بتغطوا، فهلأ الفيس كتير صارت وسيلة مهمة، يعني كله بيصير بيطلع وبيعرف شو عم بيصير، فنحن عن طريق الفيس عن طريق بكل محافظة هو في لجنة، في لجنة تصلب لويحي لأنه بتفحص المريض وبتشوفه، فنحن اللجان بتوجه بيجينا مرضى من باقي المحافظات، لأنه غالبية المحافظات تجي بتتعالج هون كمعالجة، بس بنتمنى يصير بباقي المحافظات إنه لأنه عذاب كتير للمريض وقت بينزل لهم. طب خلينا نحكي أكثر عن الصعوبات اللي بتواجهكم خلال العمل، من الواضح أكيد يمكن تمويل هو من الأمور الواضحة، خلينا نحكي أيضا شو الصعوبات اللي بتواجهكم، هل بنقصكم كوادر معينة دعم معين؟ تفضلي. أكيد أول شيء مثل ما تفضلتي حضرتك التمويل، لأنه كتير بحاجة المرضى لتمويل، نحن إلى الآن مثلا مقر ما كتير مستقرين من مقر، نتمنى من وزارة الصحة أنه ممكن تعطينا شيء غرفة عندك شيء مستوصف مركز كذا. بعدين في موضوع الأدوية كمان، الأدوية يعني الحكومة الدولة عم تأمن، لكن الحصار اللي صاير كمان كتير عم يأثر على شو الأدوية، يعني أنه عم توصل أو ما لا عم توصل. بينقصنا كوادر متطوعين شيء طبيعي، لأنه المرضى أحيانا في مرضى ما بيقدروا يجوا من بيتهم، فنحن بنضطر أنه يعني بعت لهم سيارة إسعاف تجيبهم، وهذا عم نعاني فيه، ياخذوا يعني نأمن لهم سيارة أو حدا من المتطوعين يروح يجيبهم ليأخذوا، لأنه في نوع من الأدوية ما بيقدر التسريب تبعه اللي يكون بالمشفى فما فيهم انه ناخذ لهم الدواء لبيتهم، لا لازم يكون بالمشفى، فكتير في معاناه الحقيقه بالنسبه للمرضى ولنا بتامين الخدمات
للمرضى تمام. واهلهم كمان يعني اهلهم كثير حاله صعبه. اكيد دكتوره، كيف عم تشوفي اليوم تفاعل المجتمع الاهلي مع اهداف جمعيتكم ونشاطاتكم؟ الحقيقه كثير الناس متفاعله، صارت كانوا يسمعوا وخلص ما حدا ياخذ الاهميه، هلا كثير عم يكونوا متفاعلين ومهتمين، وحتى ما قلت لك بيجوا بيحضروا، كثير ناس ما لهم علاقه بالمرض بيجوا بيحضروا ليتثقفوا ليعرفوا ليوعوا انه هذا المرض ممكن يصيب اي شخص. صحيح. يعني لذلك ومتعاونين معنا الناس يعني، وفي جزء بيتبرع يعني بقدر الامكان عم يهتموا، يهتم المجتمع، واهم شيء انه صاروا يعرفوا انه هذا المرض ما له سهل، والمفروض انه من بدايته نحن ننتبه له ونعرف انه ما ناخذ اي عرض بشكل هيك بسيط، لا نهتم فيه. طيب خلينا نحكي عن خططكم المستقبليه ومشاريعكم رح تكون، او اي رساله بتحبي توجهيها لاي خططنا حلقة. نحن هدف من اهدافنا الكبير واللي بنطمح له الحقيقه انه يصير عندنا مركز معالجه فيزيائيه، يعني هذا كثير مهم بالنسبه للمريض، وبطمح بانه يصير مركز اخر يكون مجموعه من الاطباء لحتى يقدروا يكتشفوا مباشره المرض، مثلا لانه بيجي اذا بتجي المريض اول مره هجمه على عينه ما بيعرفوا، بيروح على طبيب عين، بينما وقت بيكون في مجمع لاطباء عصبي عين اللي هو هن بيعرفوا الاختصاصات اكثر مني، فيكتشف المرض بسرعه اكثر، وكل ما اكتشف بسرعه بيصير معالج. هو ما في يعني شفاءه قليل او ما في شفاء، بس ما بدنا نعطي تشاؤم للناس، لكن بتصير الهجمات هي بعيده. فرسالتي انه اهتموا بهالمرض لانه مرض صار ما عاد ظاهرة، يعني صار كتير منتشر. رقم اثنين الأهل أنه يحاولوا أنه يساعدوا أولادهم ويساعدوهم ويتقبلوا مرضهم ويحبوهم، وإن شاء الله الله يشفي الجميع، ونتمنى الخير للجميع. أكيد بدنا نشكرك كتير دكتورة أمل محاسن رئيسة الجمعية، شكرا لك. شكرا لكم، يعطيكم العافية. شكرا كتير لك وموفقين أكيد بكل نشاطاتكم. أهلا وسهلا.